الثلاث كلها قالت ابو هلون من وراء. خلصنا من العرض تقهوينا وقضينا ونرسم السير البيت. قال ابو محمد قلت نعم. قال بعرس. قلت يا شيخ معك ذهبي ما ينكدر خاطره. قال والله انها تسوى عيوني. لكن اللي تشوف كل شمري مع ولده هم عسيف ولده مع عسيف وانا قضبه ثوبي عند بومتي من ورا. يا سعد ما يصلح لك هذا عندك ذهب ما ينخرط على خلط عليه. قال علمتك عاد ويجي ياخذ بنت اخيله. ويوم عرسه ونزل هناك ويجي خمسه عيال. هذا ارداها. الله يجعله ذا حي قيوم محرما عن النار. اما بالنسبه للوفاء والمخوه مفضي ابن والمان الاحمدي من شيوخ حرب من اهل الفجره. من اهل الفجره. كان عند العليان وخذ عندهم سنين عديده وجاوا عيال وجوزوها العليان وجوزوها رثيعه بنت بن سعيد. وجاوا ثلاثه عيال ويوم سبروا والعيال قالوا بروح اوريهم ديرتهم وبنيخيهم. هو يستاذن منهم يا مفضي يا مفضي. قال ولده وانا ما اقدر اصبر اروح عن عيال عن خوالي. قال يا حمود عن ديره خوالك جلينا. شوف دلوهم من يمنا تلطخ الجال. اللي صار قربك ما يحشم علينا. انطعت شوري دن والزمل نشتال. رحلوا طال عمرك وصاروا معيشه رحناكيه معهم البل. لما البل يصدرون الجنوب وتروح شمال. وحطوا معه ثلاث عيال بدل ما راعي واحد. يا الله يصخرونه. جلس المده اللي هو قضى ما ادري عاد وش طوله وش قصره. لما رضاج صدره يبغى زين القهوه يلقى وجهه يا محايل. الله اكبر. قال يا حمود انه زملنا نفارز الدوم. نبي عربنا يم طاريف رمان. يا حمود والله ما علينا بها لوم. ما استانس الا وسط نزل العليان. ويا حمود للجيره قوانين وسلوم. والله فلا نرضى على السلم ينهان. يا حمود عدي عندهم باشت الروم. يزود ميزاني على كل ميزان. الله نشد يا حمود عن معرفه يوم وعشر وثمان سنين. يا حمود جيران. يا حمود يظهر لك صديق من القوم. يظهر من الربع الجريبين عدوان. الله يجعلهم محرمين عند النار كلهم راحوا. الحين عيال عياله تجارب بسليمي موجودين بحايل. ما شاء الله. جدودهم وخوالهم اشعيد من شمر. نعم بالرجال والله وكفو والله كلهم. ووفيته. الجيره والمعرفه والقصره والصداقه. ما تروح ما تروح كذا. صحيح. هذا رحمه الله عليه له 33 سنه ميت. هذا يوم انا اتفرق انا وياه. علق. وغيد وشو يوم جانا بالمستشفى ما عرفته. محمد رجل علق. والمسألة له 33 سنة عجز لأنساه. وجميع ناسي وقريبين اللي لي ماتوا والأصدقاء أنساهم سنة سنة وننساهم. لكن هو ما راح أنساه لما أدفن مثله. الله أكبر. لا والله ما هو طيب مرة. هو اللي فرض نفسه طال عمرك يوم أنه مات. يوم أنه مات لما طال عمرك راح الدكان يبيع منه 300,000. كن وش 300؟ شاري الأرض. قال لا أربعة خرفان ذبايح وأربعة أكياس رز وصندوق زعفران وكيس قهوة يوم 45 كيلو كيس قهوة وكرتون هيل وعود زماري لمر 300,000 اللي يبغى منه. كان بحايل وخذامني لقرشين ما والله يسوون طاريين ولا أنا معلمكم بهن. الله أكبر. ويوم دريت إنه مالهم قلت أروح بألف حل والفضل. عسى الله يحرمه عن النار. يا حي يا حي يا قيوم. الرجال الوفاء سواء للقريب او للصديق او للزوجه والحبيب. الوفاء مطلب من البشر عموما لا مسلمنا ولا كافرنا. والله سبحانه وتعالى وضع الوفاء حتى في الحيوانات. الله يطول عمره. واردى الحيوانات اللي قال له الكلب اللي بغى يتسب رجال قلت له فلان كلب ولا فلان وقال اوفى من كلب. فاذا كان الوفاء يصل الى الاخرين من الكلب فما بالك من الرجال. فلا نلوم هالدموع اللي نزلت وانت شفت ولد صديقك وولد وصوره صديقك. وهذا من الوفاء انك ترضي والدينك بصله اصحابه. والنعم فيك والنعم في ابوك الله يرحمه. الوفاء والمحبه. وابو رشيد والد الجميع. عندنا رجل طال عمرك شروها الوجين قدامي راح النجران وشرى له ناقه من شبك وشاله. اجر عليه ب 1500 ريال. وصف الراعي المرسيدس الطريق انه مع عمره طب حايل. قال اتبع لوحه كذا وكذا لما تجي الجبريه ولا لو جيت الجبريه.
راح السهم يسار يدخل 6 كيلو، واي واحد يسال يقول وين بيت عايد؟ وشاله ب 1500 ريال ومشى الحايل. يوم طب نسد نشد عن طريق بقعه، قضب طريق بقعه، يوم جاء الامر هذه الجبريه على يده على على دخل يسار، طلعوا ناس ضرب بوري وطلعوا قلبي بيت فلان، قالوا هذاك بيته. يوم جاءوا يطلع ابوه واخوته، قال الناقه هذه من جايتكم من نجران. دخلوا السياره بلا حفره، كانوا يشيلوا منه دفان، ونزلوا الناقه وعرضوا على الماء وحطوا له علف وعقلوا لما تقلب الباسل، صلحوا له قياد وطولوه شوي، القياد صلحوه بحيث انه يكون طويل تقدر تمشي بالنفوذ صعب. يوم ورده تلبل وصدر وطال عمرك شمال وهي تروح جنوب، ويلحونها بالخوازرين لما تعلقت البل. يوم تمت 10 أيام وتختفي، قالوا هذه ما تعرف للنفوذ، وكاد انها متدربية مكسرة رقبته، لكن دور ولو هي وليش ما يخالف اسمح الخاطر به. وحطوا 10 جيوب مع الاجهزة هذه كنود كنود، ومشوا لما جو الوسيع دون الجو دون عذفة، قالوا ما لقينا لا رمه ولا طيور ولا هنا راعي ولا هنا راعي بيت ما نشدناه وما ذكروه ابدا ابدا، وهم يسون منه. قالوا وكاد انه مقيده وقاله مهفوف بخت وشاله. يوم تم 3 أشهر ويرجع عايد النجران وتعانق هو يرعى الشبك وتسالم هو وياه، شلونك عايد بنعمه؟ قال يا عايد طلبته، قال ابشر، قال ابي الناقه ابراش ماله، قال الناقه لنا 10 أيام دورناه وايسنا منه والله ما ندري وينه. قال انا بشبك مع لايفه 1700 كيلو نجران مشت تمشي من الولف وهي مقيده الولف. شالوا ظبي من رمان ودوها التيسيه تشبع البلبه، وراحوا شمال. يوم رجعوا لما عايف التيسيه وراجع الرمان وهي محل، لما اربط راي البلو عوش قال والظبي عوشته هذا خلوه لما يموت، هذا ما عنده وش عاف الربيع وقال ديرته هو غزال. فما لك عن بني ابن ادم. انا ذكرني ابو رشيد رفيج اللي ميت له 12 سنه الله يرحمه. السلام عليكم. حق يا هلا والله، عهد قريب يا هلا والله. رفيج اللي قال لها ساكن طيب، رفيج اللي قال لها عبد اللطيف بن صقر الشداد الحارثي. اي والله والله ان يعني بكينا عليه ولا زلنا نبكي عليه. الرفقه طيب اكثر من يعني ابوي وعماني، ف الله يرحمه. هذه رحمة إيمانية والعبرات بين الرجال الطيبين والله ما تروح. عن اليوم خلوا عن البكاء البكاء تراه اليوم والله المواقف يعني المواقف اللي تتذكر مواقف صح إن شاء الله، لكن الله يغفر لهم يرحمهم إن شاء الله. هذه مو دموع، هذه كلام دموع ما عليك دموع دموع الرجال أبو سيف. إيه أبو سيف هلا. ابو سيف تعالي، لا عندك المايك معك. هات يا ابو سيف معي انا. ايه قل بسم الله شكرا عادته. اسلم توني ذكرت وشقلته. اسمح لي طارق تحكي عنك انت. لا توني طفي عندك حالات. يلا عطر ما عندك. يقول يوم جاء رجال طال عمرك يسلم على رجال، يوم اللي رده قال لا تسلم علي. لا قال يعني كأنه ما يرى الناس شيء. من الكبر وغطرسه. أولا يسلم عليكم سعد التويب سلام كثير كلكم. كلكم يسلم عليكم. الله يسلمكم. المهم يسلمه. يوم عيط طال عمرك قلت له إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا. والله فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس إبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا.
فما كل من تواه يهواك قلبه ولا كل من صافيت لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في خل يجير التكلف ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. سلامتكم. اليوم ذكرتونا بالعهود. انتم اليوم تدورون على المواجع. الله يتعالى. الله يا اخي احنا ترسنا. انتم عطنا الماء اللي يمك. يا منيب جهز لنا شو اسمه بعد ابو عبد الله. اللهم جهز لنا البريد حق ابو سليمان. يا سلام. ابو سليمان ولا لا لا. المهم. ايه. يقولون بنجيب مواقف طريفة بين الأصحاب والأصدقاء يحصل وفاء ويحصل بعض المواقف والمزوح اللي تدخل شيء من السرور على الصديق وصديق. لي صديق شرواكم وعديل اللي يقول له أبو عبد الرحمن كنت أنا وياه ندرس في الكلية المعلمين والأهل يدرسون هلي وهلي يدرسون في الثانوي. قلت يا أبو عبد الرحمن وش رايك نحط نسوارنا عند أمهم يذاكرون وحنا نروح ناخذ لنا شقة الحالة نذاكر لا نلهي بعض ولا مانع ان الواحد لا بغى اهله يروح يعود يقضي لهم ولا شيء. قال اقول لك تم خذينا ذيك الشقة في ذاك البرد وفي ذاك الضباب. ايوه. وكان اختباري بعد صلاة العصر واختباره بعد المغرب. اختبرت ورحت الاختبار بعد يعني بعد صلاة العصر وعودت قبل المغرب ساعة مدري ساعة ونص. والله يوم دخلت الشقة ودخلت الغرفة لهم شغل الدفايات ولا والله ذاك الانفراش ولا ذيك الجبة والبطاطين ولا والله برد ولقيته يذاكر. والله وادخل في البطانية وانا اجتر الحاف علي. قال انت وش بتسوي؟ قلت برقد. قال ان نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنونه. لا تنجن علي لا ترقد في العصر. قلت اقول خل قصيدتك لك خل قصيدتك لك وانا ارقد. يا مرقت وبعد نص ساعه ووعيت لا والله ان خويي طايح بمعجم بكتابه وراجد محمد قال ها. قلت لا تنهى عن خلقي وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه. قال والله يا أبو عبد الله صدق ما قيل عند العرب من خالط الجربان لا يسلم من الجرب. قلت لا حول ولا قوة. وش أسوي؟ دائما.